السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أبطال الشجعان، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودوزتوا عطلة ديالكم مزيانة. اليوم إن شاء الله غدا نكملوا مع بعضياتنا سلسلة تعليم الحركات، ومع حركة جديدة اللي هي حركة الضمة. حركة الضمة اليوم غدا نتعرفوا على هاد الحركة شنو تدير لينا. اليوم غنتعرفوا على حركة الضمة. هذه هي ضمة ضمة. شنو تقول لنا هاد الضمة؟ شنو تقول لنا الضمة؟ كيف نديرو الفم ديالنا؟ غادا نحاولو نطبقوها مع الحروف باش نعرفو كيفاش غادا نديروها. مثلا عندنا حرف الدال. حرف الدال. دابا غنديرو له الضمة ونشوفو كيفاش غادي يجينا. نديرو له الضمة ونشوفو كيفاش غادي يجينا. الضمة شنو قالت لنا؟ قالت لنا الضمة هذا الدال، ولكن حيت نجي انا فوق الدال الضمة دو دو دو. برافو. دال دو دال، حيت فوق منه الضمه دو. نجمعوا الفيم ديالنا لقدام دو. دابا نديرو حرف واحد اخر. هذا حرف الباء. هذا حرف الباء. دابا غادي نحاولوا نديرو فوق منه الضمه ونشوفوا شنو غتقول لينا كيف غنديرو. غنشوفوا دابا هاد حرف الباء حيت نديرو فوق منه الضمة كيفاش غادي يرجع لينا. غادي نقولو له بو بو. برافو. يلا مع كنا نديروها بو. برافو. هذا حرف دال، فوق منه الضمة غنقولو له دو. قالت لنا الضمة نديرو الفيم ديالنا نجمعوه لقدام ونقولو دو. هذا حرف الباء، منين جات الضمة فوق الباء قالت لنا جمعوا الفيم ديالكم وقولوا بو بو. دابا غنديروا حرف اخر اللي هو حرف الفاء. الفاء عنده غير نقطه وحده الفوق. دابا غنشوفوا حيت غادي يهز لينا الضمه كيفاش غادا يولي تيتنطق. ها هي الضمه، شنو غتولي لينا؟ شنو قالت لنا الضمه؟ شنو قالت لنا نديرو الفيم ديالنا نجمعوه لقدام. برافو عليكم. شنو نقولوا؟ فو. برافو ما شاء الله عليكم. فو فو. يلا يعني نعاودوا دابا مع بعضياتنا من الحرف الاول. هذا حرف الدال، محيط هز لينا الضمه شنو قالت له الضمه نديرو؟ قالت لنا نديرو الفيم ديالنا هكا ونقولوا دو دو. برافو. الفيم ديالنا الشفتين ديالنا نجمعوهم لقدام ونقولوا دو دو. حرف الباء، حرف الباء حيت درنا له الضمه فوق منه شنو قالت لنا الضمه نقولوا بو بو بو. برافو. دابا حرف الفاء، حرف الفاء. دابا شنو قالت لنا الضمه محيت جات فوق منه شنو قالت لنا نديرو؟ يلا يلا فو. برافو عليكم. برافو ما شاء الله. فو فو. دابا غادي نمشيو وغنديرو كلمات فيها الضمه. واخا يلا يلا مع الكلمه الاولى غادي نبداوها بالحروف ومن بعد نجمعوها باش نتعلمو نقراو الكلمه بسرعه. راء، سين، لام. دابا غادا نديرو فوق منها الضمة الضمة. رو، سو، لو. رو، سو، لو. دابا غنحاولو نقراوها بالزربة. رو
روسولو روسولو، هاد السين هادي حيت تكون بوحديتها عندها واحد الهديدة تتنزل لتحت، ولكن حيت تبغي يكون حداها شي حرف تطلق الهديدة ديالها وتتمدها له باش يقبط فيها حرفو اللام. ما تتبقاش دايره الهديدة ديالها لتحت، تتقبط فيه باش يتنطقو مزيان، باش نقولوهم مزيان. دابا نعاودو رو سو لو روسولو روسولو، هذه هي بالزربه. رو في الاول تنتجج الكلمه غير بشويه، رو رو سو لو روسولو روسولو روسولو. برافو. نعاودو حرف مع الضمه، غنقولو له رو سو. شنو قلنا على السين؟ قلنا عندها واحد الرجيلات لتحت، حيت تنبغيو نديروها مع الحرف الاخر تتمد اليديده ديالو باش تقبض في حرف اللام. رو سو لو روسولو روسولو. دابا غادي نديرو كلمه واحده اخرى اللي هي حرف الكاف حرف التاء حرف الباء حرف الباء. دابا عاوتاني غنجيب ونديرو لها الضمه ونشوفو كيفاش غتولي. كو تو بو. يلا نعاودو مع بعضياتنا. الكاف فوق منو الضمه غنقولو له كو. برافو. تاء فوق منو الضمه غنقولو له تو. برافو. الباء فوق منو الضمه غنقولو له بو. برافو. دابا غنقراو كل واحد بوحديتو، نتهجاو حرف من مورا حرف من مورا حرف، عاد نقولوها بالزربه. يلا كو تو بو كو تو بو. دابا غادا نحاولو نجمعوها كاملة ونشوفو كيفاش غنديرو نقراوها. كتب 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 كتب. برافو. هكا تنقراو بالزربه وتنقراو الكلمه بطريقه صحيحه. نبلولا تنتهجاوها باش نعرفو كيفاش ننطقوها، ومن بعد تنقولو بالزربه كتب 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 كتب. دابا عاوتاني غنزيدو واحد الكلمة أخرى باش ترسخ لينا الحركة مزيان. دابا حرف العين حرف العين. نون قاف عين نون قاف. دابا عاوتاني غادا نجيب ونديرو ليهم الضمة ونشوفو كيفاش غادا يجيو. عو كي درنا ليها عو هكا درنا الفيم ديالنا، تتقول لينا ديرو الفيم ديالكم جمعوه للقدام ضموه. عو نو نو قو 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 قو. يلا نعاودو. العين فوق منها الضمه عو، النون فوق منها الضمه نو، القاف
فوق منها الضمه قو قو. برافو، دابا غنتعلموا نجمعوهم كاملين. يلا قلنا هذه بحال السين، عندها لذيذات نازلين لتحت بحيث بغيو نكتبوها مع بعضياتهم، هذا ما تيبقاش، هذا تنحيدو باش تطلق لينا لذيذات باش تتلصق، باش تسقط لينا في حرف اللام. حتى حرف العين محيت غدا نبغيو نديرو حدا حرف النون، حتى هو غادي يخلي ما يبقاش داير لذيذة لتحت، غادي يجرها لهنا باش يقبط في النون. يلا هنشوفو كيفاش غتولي. عو نو قو. يلا دابا نبدا، بعدا اول حاجه نتهجى. يلا عو نو قو. 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 هكذا باش نتعلموا نقراو الكلمه بطريقه صحيحه. والعين اللي قلت لكم ها هي طلقات الجديده ديالها باش تقبط لينا في حرف النون، باش تقبط لينا في حرف النون. ودابا حبايبي الصغار كملنا الحلقه ديال اليوم، وان شاء الله دابا غدا نمشيو للنشاط باش نشوفوا هاد الحروف واش دخلوا لنا راسنا ولا مازال. واخا يلا يلا رجعت لكم بالنشاط اللي غادي نديرو اليوم، وهو نشاط زوين بزاف لاننا غدا نحاولوا نراجعوا فيه الحركات بجوج، الحركه ديال الفتحه والحركه ديال الضمه. دابا غادي ندير واحد اللعبه وغادا نحطو جوج ديال الحروف وكل حرف فيه حركه، وانا غادا نطلب من كل وليد يعطيني الحرف بالحركه اللي غادا نقول له. واخا يلا دابا انا بغيت منكم، بغيت منكم حرف با 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 با. يلا نقلبوا عليها، نقلبوا عليها. الباء شنو خاصنا تكون فوق منها؟ خاصها تكون فوق منها الفتحه، الفتحه. هنا كاينين عندنا جوج ديال الباء، غنشوفوا غنشوفوا هنايا عندنا جوج ديال الباء. هذه الفتحه، هذه الفتحه. الفتحه شنو تتقول لينا؟ نحلو الفيم ديالنا الفوق. با هذه هي اللي قالت لينا المعلمه خصنا نخرجوها من الحروف، اذا هذا با نحطوه هنايا. دابا غنقول لكم اعطيوني حرف، حرف فو 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 فو. دابا نقلبوا على الفاء، كاينه هذه وكاينه هذه. شنو قالت لنا المعلمه؟ قالت لنا فو. وفين هي الضمه اللي تدي تقول لنا ديروا له في الجمع والفيم ديالنا القدام ونديروا له فو؟ ها هي، برافو عليكم. فو فو غنحطوها هنايا. عاوتاني دابا انا نطلب منكم ح ح. نقلب على ح يعني الفوق الفيم ديالنا نطلعو ح ح، ماشي حو، ح ح. هذه اللي طلبت منكم، كاينه عندي هذه وكاينه عندي هذه. دابا قالت لنا المعلمه حو يعني فيها الضمه، الضمه. ها هي حو، برافو. وغدا نكملوا مع ماماتنا تقول لينا الحرف اللي بغاتنا نجبدوه وحنا خاصنا نقلبوا عليه. يعني الهدف من هذا التمرين انهم يحاولوا يركزوا الفتحه والضمه في الراس ديالهم، يعني يحاولوا يميزوا ما بين هاد الحركات بجوج باش ما يبقاش يتلفوا بيناتهم. نتمنى الامهات يقوموا بهاد اللعبه مع الوليدات ديالهم، وغادي يشعروا هما اصلا بالمتعه وحتى وليداتهم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش الاشتراك اللي مازال ما اشتركش في القناه، والدق على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. الى اللقاء.